Será? يا هلا، شلونكم الحضور الجميلين؟ شلونكم؟ شخباركم؟ منوريني دائما وابدا. طبعا يا هلا بيكم. الصوت شلونه؟ تعال خليك يمي، قعد هنا حتى شو احتاج تجيبيلي. يا هلا يا هلا، تروح لكم فدوى محياوي. سجاد الوردة غفورة، نوركم حبايب قلبي. يلا منشناتكم وجماعتكم حتى نبلش اليوم. مشتاقين لللايفات. المشكلة انه اني المشكلة انه شو اسمه انه اني ما لحق هواي افتح لايفات، فلهذا السبب انه الوقت ما يكفيني. بس والله ايش عندي اني وقت، غالبا احاول قدر الامكان افتح بي لايف. بس يعني حتى البنات اللي وياي بالعيادة يشوفوني اني ايش قد مشغولة وايش قد ما عندي وقت. هسه سووا منشناتكم حتى نبلش اليوم. احنا ديش المرة حكينا بالدايجنوسيس والتريتمنت بلان. اول مرة اشوف واحدة فاتحة بث بدون فلتر. هي هاي الفكرة انه انا ما احط فلتر، مو كلش احب الفلاتر. هو صح بالبداية يعني غيرت الضوء حتى اطلع نفس وجهي، بس يعني ما حطيت فلتر. ذيك المرة حكينا على الدايجنوزز والتريتمنت بلان وشون نقدر نشوف الشيفتنج بالميدلاين ونشوف كل هذه التفاصيل من يجينا البيشنت. اليوم قررنا انه هذا البيشنت راح نسوي له فينيرز. هذا اللايف راح نحكي به كم تفصيله، اللي هي البريباريشن مالت الفينير، وراح نحكي به همينه شلون نطلع الفينيشينج لاين كونتينوس. راح نحكي انه شلون نشيل الشارب ايج، شلون نسوي بولشينج، شلون نسوي نحط ريتراكشن كورد، وشنو فائدة الريتراكشن كورد. اللايف حبقي كم ساعة ان شاء الله، وبعد هين مسح يعني لليل ان شاء الله. روحي هاي خطكم ما اجي. اوكي يلا نبلش. بسم الله. حبيبتي الدكتورة حنين في دول قلبك، كلش تسلمون على كل مسج توصلني. ومرات ما لحق اشوفها ومرات لحق اشوفها، واكثر شيء افرح بيه من تدزولي كيس تقولولي دكتورة هذه الكيس تعلمنا فلان شغلة من عندك وطبقناها واشتغلناها بطريقة صحيحة. يعني هذا اكثر شيء بالنسبة لي يفرحني، انه دكتورة هاي الشيد كان ما يضبط عندي هسه قام يضبط عندي، دكتورة دايست ما قمت اسويها حلوة، دكتورة قمت اعرف الاوفر هانج، دكتورة الكراون والفينير قام ما يطلع عندي كومبليكيشنز. فهذا شيء كل شيء يفرحني. سوينا ديش المرة دايجنوسيس وتريتمنت بلان، اليوم راح نحكي على البريباريشن. قبل كل شيء اني من سويت دايجنوسيس وقررت انه هذا البيشنت راح اسوي له فينيرز، اخذ ستدي كاست للبيشنت وادز للتكنيشن. التكنيشن راح يدز لي واكساب، راح يسوي لي فينيرز على الاسنان. شوفوا هاي الاسنان عوجه، هاي المنطقه اللي تكون عاليه التكنيشن ما شال من عندها هوايه. التكنيشن ما شال من عندها، ما حط عليها واكس هوايه. هاي راح يجيها بريباريشن هوايه. شنو امل؟
روحوا. اوكي يلا الله وياكم. شو اقول لهم؟ خير فهمهم زين، دول مساعداتي. زين اجي هذا الواتساب، هذا هو تقريبا شكل الفينيرز النهائي، هذا هو تقريبا شكل الفينيرز النهائي اللي راح يطلع لنا. شلون راح اعرف احصل على هذا بالبيشنت ماوث؟ اول شيء اجي اسوي اندكس، هذا الاندكس مال المشتركين مال الكورس، بس مو هذا الكورس، كان اللي قبله. اسوي اندكس، الاندكس هو عباره عن كوتي امبريشن ماتيريال اللي هو هذا احنا عاده نصيح للهيفي بودي. اوكي نخبطه بكميات متساويه. اوكي هذا اللي هو الهيفي بودي. اوكي نخبطه بكميات متساويه وناخذ اندكس، راح اسوي لكم هسه اندكس على السريع. اوكي ناخذ اندكس نحط سيبريتنج ميديوم لازم. اوكي طبعا ايدي كلها راح تتلعوز. اكو كلينكس. نحاول قدر الامكان نوخره يعني جزء من السيبريتنج ميديوم حتى لا يسد الانتردنتال سبيسز وتطلع صبه واحده. كميه متساويه لازم من الامبريشن ماتيريال. اوكي نخبطها لحد ما تتجانس تماما. لحد ما يصير بيها خط من اي لون، هي عادة تجي لونين لحد ما يروح كل اللون. نجي ناخذ امبريشن للاسنان اللي نحتاجها وسن وراها وسن قدامها، يعني اني احتاج 6 انتيرير اسوي لحد الفورات واغطي الاسنان بالامبريشن ماتيريال، بس بحيث انه الثيكنس لا يصير هواية كلش ولا يصير قليل كلش، وانتظرها تصير ست. بعدين بعدها ابدي ورا ما تصير ست اوكي اشيلها واقص الحوافي مالتها على الجنجبة. هذا الاندكس مو ماتي مال المشتركين. اوكي هسه تسوون منشنات. كلش بسرعة بلشت حتى نخلص بسرعة قبل لا يصير الليل ونرجع للبيت. نسد عادة اي شي تستخدموه رأسا سدوه وراكم حتى الماتيريال مالتكم ما تخرب. تمام هسه هذا راح يصير سد، اطلعه. اكو هاي نايف نقص بيها ويا حافات اللثة. هذا شنو؟ هاي الامبريشن جي سي، حاليا حولت ويا جي سي لان انا كنت قبل ويا 3A، بس حاليا حولت ويا جي سي. بالبداية كنت ويا دن سبلاي، بعدين حولنا ويا 3M، بعدين هسه محولة ويا شو اسمه هاي الامبريشن ماتيريال اللي هي جي سي. اوكي صار عندي هذا الاندكس، اجي هذا الاندكس احط بي تمبرري ماتيريال. وين التمبرري؟ الاسود الاسود. اوكي احط بي تمبرري ماتيريال. اوكي هذه التمبرري ماتيريال، اي تمبرري ماتيريال ترتاحون بيها هي صح. اوكي تمام هذه temporary material، هذه نفسها نستخدمها حتى نسوي بيها temporary crown، نفسها نستخدمها حتى نسوي بيها temporary veneers. احطها بداخل الاندكس واحطها بالpatient mouth. اوكي اشيلها راح يطلع لي شكل الفينيرز المتوقع
اللي المختبر سوالي على الستادي كاست. اوكي تمام. شوف هسه هاي صارت 6 تقريبا، نشيلها نقصها بالضبط ويا حافات اللثة. هاي لازم انتو يعني من اليوتيوب او فايتين كورسات او شيء، واذا صار مجال في يوم من الايام ان شاء الله همين نسوي اندكس على دايركت على لايف، بس اليوم لانه اللايف مالتنا بريبريشن وعندنا من 9 للـ10. فاجي احط temporary material بداخل الاندكس، اخليه كلش بعمق الاندكس، والتب مالت التمبراري ماتيريال هي التب الصغيرة مو التب العريضة. اوكي اخليه بداخل البيشنت ماوث. اوكي انتظره يصير ست، اوخر الاكسس ماتيريال، بعدها اشيلها، راح يطلع لي راح يطلع لي شكل الفينيرز المتوقع. خلي افر لكم التليفون اشوفكم هذه الكيس. شوفوا هاي الكيس. اوكي اوكي اذا تريدين منه عادي يعني اي مكان شوية هيج زين على مودك يعني. هذه الكيس اول شيء الدياغنوسيس مالتها شنو كان، انه هي ستريت اور نيجاتيف سمايل لاين، الاسنان يحتاج شوية تطول اكثر منها، عندها كلاس 4. اوكي اجينا سوينا لها هاي سمايلي، هذه ريتراكتد وهذه كونتراستد. خلي امسح بس امسح شو اسمه. تمام وياي شباب مكنكين لو مكنكين زين. هذه الكيس قلت للتكنيشن سوي لي عليها واكس اب اللي هو مثل هذا. اوكي سوالي واكس اب، قلت له طول لي الاسنان، ما طول لي اياها بالكميه الكافيه اللي هي البيشنت من تضحك تبين طبيعيه. اوكي فانيش اجيت فلوبل كومبوزيت، اجيت طولت السنترالز بحيث البيشنت تحصل طول الاسنان اللي تريده. على هذا انه قلت له للتكنيشن ترى انت بالواتساب مسوي لي كانتينج بالميد لاين، فاحتاج انه بالفاينل ريزلت يتعدل. تمام زين. اجيت بعدها هذا الموكب، هذا نصيح للموكب اللي هو هذا temporary material هذا الاندكس، هذا الاندكس. اوكي حطينا بي temporary material. اوكي حطيناه بالpatient mouth هذا. اوكي دقيقة حطيناه بالpatient mouth، شلنا طلعت لي هيجي الريزلت. البيشنت قالت اني طول اسناني بعد قصير طولنا لهي. نجي على هذا الموكب اسوي ديف كاترز. اوكي اسوي جايدنج للبريبريشن زين. هسه شنو فكره من هذا؟ شوفوا هذا خلينا نقول انه هذا البيشنت ماوث، هذه المنطقه اللي عالية زايد راح يلوح preparation أكثر، والمنطقة الناصية ما راح يلوح preparation. شلون؟ الديث كاترز هنا راح توصل للتوث ستراكشر، بس هنا ما راح توصل للتوث ستراكشر. مثل هذه الكيس جينا سوينا ديث كاترز على كل الأسنان، حددنا أعمق نقطة حددناها بالقلم الرصاص زين. بعدها هيك حصلنا الريزلت، بعدها شلنا التمبراري ماتيريال. هذه النقاط اللي محددة بالرصاص هاي الوحيدة اللي واصلها الديبث كتر، اذا هذا هو الديبث اوف بريباريشن. شوفوا هذه اكو مناطق بروكلايند. باي باي الله وياكم باي باي. هذه منطقة مثلا هذا الكناين بروكلايند، شوفوا الديبث كتر مالته اعمق وعليه هذا راح يصير ب preparation أكثر. هلو شلونكم؟ ها تمام؟ لحد الآن تمام؟ هذا كليته هسه راح نطبقه على كاست.
زين حصلنا على هذه الديف كاترز، ايش نجي؟ نجي نسوي فينيشينج لاين ونساوي الفينيشينج لاين ويا الديف كاترز. اوكي، هذا الفاينل بريباريشن مالتي اللي هو جايدد بريباريشن. بريباريشن الديف كتر حدد لي اياه، ما راح اشيل اكثر من سن ولا راح اشيل اقل من سن، لان هو حدد لي البريباريشن اللي التكنيشن حدد لي اياه. هساعد لكم اياها. باو، خيلوا اسناني تمام، هاي اسناني، انطيني الكاست، هاي اسناني اريد اسوي لها فينيرز. اوكي، ايش راح نقول؟ راح نقول هذا الكناين طالع اكثر، يحتاج لبريباريشن اكثر حتى يدخل للداخل ويصير ويا الالاينمنت مال الاسنان البقيه. اوكي، فهذا شلون احدده؟ هذا الموك اب، هذا الوكس اب اسوي من عنده موك اب. انتوا افتهمتوا الموك اب لو لا؟ بالضبط، الاسنان البارزه، الاسنان البارزه راح تتحضر اكثر. شوفوا هذا اعتبروه هسه توث، يعني patient mouth وبي موك اب. اوكي، لا ريان كتبت لا. شوفوا هسه احنا افتهمنا الموك اب. اوكي، اكو ستدي كاست حطينا له واكس اب، حطينا ودينا للتكنيشن قلنا له سوي عليه فينيرز. الفينيرز ذني اللي هي بالواكس اخذت عليها اندكس. اوكي، اجيت هذا الاندكس خليت بي تمبرري ماتيريال، خلي نقول كومبوزيت. اوكي، لبسته للبيشنت ماوث. اوكي، طلعت لي هذا شكل الاسنان، بالضبط هذا شكل الاسنان. تمام، هذا التكنيشن شو يقول لي؟ يقول لي انت حتى احصلش نفس هاي الصفه اخذي لي 0.5 ملي من كل الاسنان، بس راح اخذ 0.5 ملي من ذول من هذا الواكس اب، مو من الاسنان الاصليه. اذا هذه المنطقه اللي ما حاط عليها واكس راح ينأخذ منها 0.5، بس اكو اسنان ريتروكلايند هاي ما راح اخذ من عندها شيء، بالعكس هاي راح اضيف لها اكثر. هسه وضحت؟ من تعيدون اللايف راح ابقي لكم اياها كم ساعه، من تعيدون اللايف راح تعرفون اني شنو دا اقصد. بس اليوم حضوركم ضعيف لحد الان 600، يعني فيميل دنتست عليه، راح نرجع الفيميل دنتست. شلون اخفي التعليقات؟ ما ادري، انا لازم اقراهن. تمام بنات، تمام شباب، سوري تمام بنات، لانه انا متعوده على هناك على بيتنا على فيميل دنتست هوم. اوكي، فالاسنان العاليه راح تحصل بريباريشن اكثر، الاسنان اللي ريتروكلايند ما راح يصير بها بريباريشن، لان اوريدي اني راح احتاج اضيف لها. في ميلدن تستحسن بهوايه. اي زين، هسه خلي نقول ها وين الكاست، هذا الكاست، خلي نقول انه هذا هو الموك اب، راح اجي على هذا اسوي ديب كاترز، وراح اجي على هذا ايضا راح اسوي بريباريشن. تمام، مبدئيا سو هات فور ال، شوفوا مبدئيا انا احتاج ديب كاتر بير اللي هو هذا. اوكي، اللي هو المفروض انتو تعرفون ايش قد قياسي. اوكي، هسه خلي افر التليفون، تعيسوها. هذا ديب كتر بير. اوكي، هذا هو اللي راح احدد بي هذا، ممكن يكون 0.5، ممكن 0.2، 0.3، حسب انتو البراند اللي مشتري، حسب الديبث اللي مشتري. اوكي، فسش راح اجي اسوي هذا، راح اعتبره الموك اب. شوفوا شلون مصفوفه، هذا راح اعتبره
الموكب اجي احفر بيدي كاترز. انا مو كل كيساتي اسوي واكساب، لانه انا حاليا هواي من الكيسات اشتغل تكتايل، لانه بعد مرور سنين طويله يعني قمت اعرف يا جهه اشيل منها هوايه ويا جهه اشيل من عندها شويه. بس كمبتدئين مثلا، اذا اكو شخص مبتدئ لا ما انصح نهائيا انه يشتغل تكتايل بريبريشن، لانه ممكن يشيل من مكان اكثر من مكان. اوكي هسه هذا لو مسوي له واكساب كان الكناين مثلا اخذنا منه اكثر بريبريشن. يمكن يراد نجيب اللايت شويه، لايت تشير لو لايت ذاكي. لا صارت فد مرة. لا جيبي ذاكي. اي هسا احسن عشان تدرج، بس اهم شي الفوت سويتش. يلا تعال هنا زين، نجيب الديفت كاتر بيرز. نعرف انه احنا لازم نحافظ على الاناتومي مال الاناتومي والكيرفتشر مال التوث، سواء بالفينيرز او بالكراونز. اوكي نحضر 0.5 ملي مثلا، هذا الديبث كتر مثلا 0.5. انا لازم بالسيرفايكال احضر فد ماكسيمم 0.3، بالانسايزل ممكن اوصل 0.7، وبالميدل ما بينهما. بس اني شقد ما اكون مينيمال بريبريشن شقد ما احسن، فاجي احدد. هذا طلع مي، هذا شيري من يوم الكورس، جماعة الكورس خربوه. فاحفر هنا ديف كتر وهنا ديف كتر. المفروض اني حاليا دا احفر بتمبراري ماتيريال اللي هي مال الموكب، بس حاليا اني ما عندي موكب. اوكي حددت هاي الديبث كاترز. اريد قلم رصاص. ما سويتوا هيك شيء ديانا، لانه انتو خربتوا تشير. بس ديانا انتو خربتوا تشير. بس احب اقول لك انه تشير قام يطلع مي ويا الهواء معا. اوكي هذا القلم الرصاص نحدد الديف كاترز. اوكي الانسايز الواحد والميدل واحد. شوفوا هذا الديف كتر، احفر السيرفايكال واحد والميدل واحد والانسايز الواحد. ما اقرب السيرفايكال من الفينشينج لاين، يعني راح اعمل الفينشينج لاين. اوكي انا غالبا ارسم الفينشينج لاين بالراوند بير. الفكره شلون دكتوره شلون يطلع الفينشينج لاين مالتج شو اسمه كونتينيوس؟ اكو فقرة انه اول شيء الالكتريك هاند بيس، يعني غالبا تخلي الفينشينج لاين يطلع واضح ومحدد. ثاني شيء شوفوا السبورت، ايدي ثابتة بس التورباين يتحرك. كأنما دا ارسم رسم. تقدرين تسوين زوم؟ شنو مغوش الكاميرا مسحيها بلا زحمه عليك. جيبيني شيء مسح. شنو مغوشه؟ والله ما مغوشه غير تليفوني شو اسمه يصدق مغوشه. اي هسه يمكن كان زوم اوت. لا هسه اوكي. لا سوها هسه اوكي، يمكن كان زوم اوت. يلا اوكي لازم
شكل البير هذا شكل البير راوند بير اني غالبا ممكن راوند بير هسه تمام اي ممكن راوند بير اوكي وممكن اللي هو الشامفر اللي انتو يعني متعودين عليه اي شامفر من عندهم حسب الدبث اللي انتو تريدو اوكي او راوند تمام هسه اجي احدد الفينشينج لاين مالتي اهم شيء انا طبعا شفت اعاني مثلا بالكورسز وهم انا بنفس الوقت اعاني ان البيشنت اللي يجون عندهم اول فينيرز انه التوث ممسوح مسح مو كيرفيتشر مال التوث الاصلي ممسوح مسح السن هذا شيء جدا غلط بالبريبريشن وهوايه اطباء يوقعون بهذه المشكله انه شوفوا هسه الديف كاترز اساويهم ويا الفينيشينج لاين واوخر اي اندر كات اوخر كل المكانات اللي الديف كتر شالها اي مكان الديف كتر ما شاله ما اتقرب من يمه اذا هذا ريترو كلايند المكان اللي الديف كتر ما وصل له شلون هسه هذا اللاترال داخل للداخل هذا اللاترال لو جاي مسوي له وكسب يضيف لي الوكسب على ديستال فما يلوح عمق بالبريبريشن فحاليا اللي قلت لكم داعاني منه انه التوث ممسوح مسح مو ويا الكيرفيتشر الاصلي شوفوا هسه شلون بس دا اريد احافظ على الكيرفيتشر الاصلي مالت السن واكيد اشيل كل الديب كاترز اكو شيء شنو دكتوره شنو دكتوره شنو افضل كتبيرات للتدريب على المانيكان هو هذا حاليا اللوستر دنس هو تقريبا يعني هذا يعني الوحيد تقريبا اللي حاليا موجود بالسوق واني كلش كلش مرتاحه بيه طبعا او كلش احبه ويعني كل البريبريشنز بيه كان قبل شوفه بس اول شيء جدا غالي وثاني شيء للامانه ما يطلع هيك كواليتي انا دا اطلع كواليتي احلى تمام هسه شلنا الديبث كاتينجز سوينا ويا الفينيشينج لاين اوكي سوينا ويا الفينيشينج لاين اكو شيء دكتور الاسنان الريترو كلاين شلون تسوي لها فينيشينج لاين هسه خل هسه هذا السن نرجع عليه ورا ونعتبره ريترو كلاين بس هسه ايش راح اجيب شوفوا الكاتينج دائما بير خشن يعني مثلا اسود او اخضر او ازرق بس عندنا الفينيشينج مثلا لازم يكون بير اصفر او احمر فهسه حاليا انا خلصت كاتينج فيس لازم اجي احدد الفينيشينج لاين مالتي البير من ميغوس لازم نزيد الخشونه مالته مو نضغط على السن لانه راح يصير السن هيك مشخط يعني غالبا بالبريبريشن راح يصير السن هيك بيشخوط طوليه فالبير من ما يقص احول على اخشن من عنده بحيث يقص على رهاوه ايدي دا تشوفون ايدي شلون ثابته ودا ارسم رسم من مدى انتهي دا ابدي من قبل شويه من مدى انتهي دا تشوفون ايدي مستمره ومتوازية وأكيد أشيل كل المكانات اللي ممكن أحسها إنه هذه أندركت تشوفون بالبروكسيمال أسوي فينيشينج لاين وبالسيرفايكال أسوي فينيشينج لاين
واحاول شويه انتر بروكسيمال ادخل شويه من هنا سيرفايكالي حتى ما يصير عندي اكسبوزد انامل واكسبوزد فينيشينج لاين مبين. سو هاكو شي؟ لا بس بيوخذ من الفيديو. اوكي، صوتي متعوده. هاي النغمه كل لايف. سيف الفيديو دكتوره، حفظي الفيديو دكتوره. ديف مال فينيشنج لاين ثابت 0.5؟ لا طبعا مو 0.5، اني الفينيشنج لاين مو 0.5، الفينيشنج لاين دا فوت نص هذا البير اللي هو الشنفر. قيسي الشنفر مالتك ايش قد وسوي الديبث نصه او ربعه او ايش قد ما تريدين حسب التكنيشن اللي انت تريدين. والديبث مال الفينيشنج لاين راح يحدد الثيكنس مال التكنيشن مالتك. التكنيشن مالتك هو اللي راح يحدد. زين، الابليكه مالت الريتراكشن كورد غالبا يقولون استخدموا اي شيء، استخدموا مدري شنو، استخدموا اش. الابليكه يصير بيها فتح حزوز، اذا تشوفوها محززة تصير. هذا أنا حاليا بس كاتينج، ما فنشت من جهة الفينيشينج لاين. شو راح أسوي؟ راح أجي أحط ريتراكشن كورد. طبعا هذا ريتراكشن كورد على الكاست ما راح يقعد، اللي هو دبل زيرو. الدبل زيرو شو راح يسوي لي؟ دبل زيرو راح يرفع لي الجنجايفال مارجن بهالاتجاه. سهى جيبي كرسي، اقعد سحبي كرسي بهالاتجاه اسويه. اوكي، خطي جهالي. شوفوا باعوا الريتراكشن كورد. انا ذاك اليوم نزلت فيديو ريتراكشن كورد اثبت بروكسيمالي. اوكي، اثبت ايش قد ما اقدر بروكسيمالي، ادخل كميه من عنده. اوكي، بعدين ابدي الابليكا افرها بهالاتجاه. صح، هو ما راح يرفع الفينيشينج لاين. اوكي، راح اوخر، ما راح يرفع الفينيشينج لاين لان هاي مو جنجيفه، بس على الاقل يوضح لنا الفكره انه اني خلصت كاتينج، حطيت ريتراكشن كورد، اجي بعدين اسوي فينيشينج ام بولشينج. مستحيل هذا راح يرفع لي الجنجايفال مارجن. اوكي، فاذا اني اسوي الفينيشينج لاين مالتي سوبرا جنجايفل حتى ويا الفينيشينج والبولشينج ينزل ويا الجنجايفل مارجن. لا والله هذا خوش، رفعنا شويه الجنجايفل مارجن. الريتراكشن كورد الاول هو الريتراكشن كورد الصغير اللي غالبا يكون دبل زيرو او تريبل حسب ال شو اسمه، حسب الجنجيفا مالتي اذا ثيك او ثين جنجيفال بايوتاك. غالبا احنا السلكس مالتنا اذا عميق اقدر احط له ريتراكشن كورد عريض. الريتراكشن كورد عندنا تريبل زيرو، ثلاث زيروات، الثلاث زيروات هو اصغر واحد، بعدين يجي زيرو وين، بعدين يجي زيرو، وبعدين يجي الواحد والاثنين والثلاثه. كل ما زادت الاصفاره كل ما صغر الحجم، كل ما وصلنا للثلاثة، الثلاثة هو أكبر واحد. أوكي، فأول ريتراكشن كورد اللي نرفع بيه الجنجايفال مارجن هو الريتراكشن كورد الصغير اللي أرفع بيه الجنجايفال مارجن وأوصل بيه للديبث أوف ذا سلكس بس بدون ما أثر على اللثة. الأبليكيشن مالتي ما يكون هيك باتجاه اللثة، لا يكون باتجاه التوث حتى يصير سليبج على التوث، ما يصير سليبج على الجنجيفا ويطلع عندنا بليدنج. انا هنا شرشحتها للجنجيفا ووصل للش اسمه للخياشيم. اوكي تمام، تشوفون تفهمون؟ تمام تفهمون شباب؟ لو مو يهم السالفه كيفي. شوفوا شلون حافظت على الكيرفتشر مالت التوث. انا اليوم جتني دنتست مسوي اسنانها فينيرز، المشكله انه دا عيدها بس هذا مسح ممسوح، فصار عندني هنا اكسبوجر مال دنتين. احنا نعرف انه كل ما يزيد اكسبوجر مال دنتين كل ما قل البوندينج، وعليه انه اني لازم كل البوردرز مالتي
تكون within the enamel. فإذا كان عندي مثلاً class 4 هنا لازم أعبرها أوصل palatally للإنامل يلا أنهي الفينيشينج لاين مالتي. incisally أقص في حال أنه أني مثل هذه الكيس ما عندي انترفيرنس أقص حسب اللي يريد التكنيشن. أني كل ما أريد أناتومي وشفافية كل ما لازم أقص أكثر من التوث. كل ما أني أكون كونزرفاتيف أكثر راح أثر على الأستاتيك مالتي. فممكن نقص اللي يريده على حسب إذا إنه إحنا نريد نصير كونزرفاتيف لو نصير أستاتيك أكثر. شلونكم يا دكتور؟ أي استمر؟ أوكي زين. أني نفرض هذا البير مثلاً الطول ما العرض مالته 0.5. أني أجي أسوي ديف كاترز 0.5. طبعاً أكو مال إنسايزل اللي هي هاي. وأقص الإنسايزل أريا. هاي في حال انه انا اريد شفافية لازم اقص من الانسايزل ايدج. في حال انه انا ما اريد لا تكنيشن راح يقدر يرتب لي على حسب اللي انا اريده. تمام لحد الان. غالبا انا اسوي البت جوينت اللي هو انه بس اقص الانسايزل ايدج واسوي راونديشن. هسه اجي اشيل الشارب ايج بالديسك. انا عندي هذا الديسك الاسود اللي هو حبيبي يعني معروف ما استغني عنه. نسوي راونديشن للشارب انجلز لان هاي الشارب انجلز بالكاست راح تختفي. فمن يجي التكنيشن ده يشتغل حيشتغل لي على كاست ما بي شارب انجلز فتجي الفينيرز ما تقعد. فأوخر كل الشارب أنجلز بطريقة لطيفة. هذا هاي القصة مال الانسايزل ايج في حال انه انتو تريدون هايلي استاتيك. اغلب الكيسز اللي تجينا تجينا اصلا هي الانسايزل ايج يحتاج انه تطول الاسنان نحتاج انه تطول. فغالبا الانسايزل ايج ما راح نشيل من عندها نهائيا اي شيء بس مجرد انه نسوي لها راونديشن. فغالبا الاسنان تلاحظون نطولها فما تحتاج انه نسوي لها شيء. تعلمنا الريتراكشن كورد. هسه اعلمكم على الدبل ريتراكشن كورد شنو فائدته. تشوفون شلون دا اشيل كل الشارب انجل. صحاوي اكو شيء تشوفون شلون انه المورفولوجي والكيرفيتشر مالت التوث اني حافظت عليه. تمام خلي اجيب. ها اكو شغله بعد الديسك اكو هذا الانهانس اكو هذا مال شوفو اللي هو الوان جلوس اوكي وأكو هذا مال دين سبلاي اللي هو هذا يعني المين اللي هو الأفضل. نسوي إعلانات سهى. أنا ما أسوي إعلان لحد. زين فنجي نفنش بي. بس هم لين يسألوني عن بس لك الحين بالي نشي كل الشارب إيجي كل الإرجولاريتيز. هذا طبعا ما شوفه جميل ولطيف وشوية أرخص من دين سبلاي. دين سبلاي شوية غالي يطلع عليكم بس كلش مفيد. سواء طبعا هذا البروتوكول مال الفينيشينج هو نفس البروتوكول مال الفينيشينج والبولشينج مالت الكومبوزيت. هذا مال دين سبلاي. هسه
اللي هو يعني بالكومبوزيت حتى شوية أفضل من ذاك. هسه حاليا تقريبا خلصنا ال preparation، حددنا الفينيشينج لاين وحددنا كل شيء وسوينا فينيشينج، يبقى لنا بس البولشينج. اريد شريط خشب. شوفوا الفينيشينج لاين ايش قد كونتينيوس، ليش؟ مجرد ايدي ثابته لا اكثر نهائيا، ما عندي اي شيء غيره. البليتل ما اشيل من عنده ليش؟ شوفوا من نسوي انسايز الاوفرلاب راح نسوي فينيشينج لاين بليتلي، واحنا اوريدي مسوين ماخذين بكلي، فانا بليتلي ما اشيل من عنده. عاده هذا البات جوينت اللي هو يجي الفينيرز هيك بهالاتجاه هو هذا المفضل، مرات يجي بالتكنيشن شويه مفتر لي ورا في حال انه كان ما ياثر على الاوكلوجن. اوكي هسه اني راح اسوي الانتر بروكسيمال اريا، بس افوت فينيشينج ستريب وافيد حل الانتر بروكسيمال اريا اذا كان كلش الكونتاكت قوي. ما راح اقدر اثبت لانه ايديناتي اثنيناتهن، وهاي الجهه همين نفس الشيء. طبعا هذا الريتراكشن كورد راح يكون كونتينيوس ويا الفينيرز، انا حتى بالكراونز اسوي كونتينيوس مننا لهنا، لانه غالبا الفينيشينج لاين مالتي مالت الكراونز بليتالي يكون سوبرا جنجيفال. احنا دائما نقول انه الايكو جنجيفال اللي هو الفينيشينج لاين وذين ذا ويا الليفل مال الجنجيفا راح يكون افضل من السب جنجيفال. دكتوره سوي بريباريشن للكناين، هسه سوي بريباريشن للكناين، بعد عندنا ربع ساعه، خلينا نحط نسوي بولشينج ونسوي نحط التراكشن كورد الثاني مال الامبرشن، بعدين وراها هاي الايف تويست اللي هي المقدسه الايف الوردي، وبعدها الابيض اللي هي نسوي بيها بولشينج لكل شيء. طبعا لازم شو اسمه، لازم كولينج، لازم كولينج، لازم كولينج. أنا حالياً دا أشتغل على كاست، أنتوا لازم تشتغلون ويا كولينج. شوف شلون صار يلمع، وكله مستمر وكله حلو. ذكروني أنا بعد شنو قررت اسويكم، خلي افر هذا، رجع شوفين الكيت مال بيرات، هذا الكيت مال البيرات مال لوستردنت. اليوم تذكرتك وعكست الهاند بيس على مودها بالضبط. الايف تويست، الايف تويست اذا تشلع عندكم فروا الهاند بيس بعكس الاتجاه، اذا الايف تويست مالتكم تتقطع. سوها اطباءش همينه هواي الايف تويست مالتهم تتقطع، فاذا تتقطع بس من انا هاي فريها عكس الاتجاه. انقطع البث؟ لا بعد البث. ماي بالهاند بيس ترى، قصدي شي عن جماعة الكورس مخربيها. ورا البريباريشن نخلي سن تغليف مؤقت على الاندكس اللي سويناه بالبداية، نحط بي تمبراري ماتيريال ونحطه. شوفوا نحط بي تمبراري ماتيريال، خلي افر هذا، نحط بهذا تمبراري ماتيريال ونلبسه للبيشنت، نشيله راح يطلع بالبيشنت ماوث تمبراري فينيرز. خلي اقرا الاسئله لللاترال. اوكي شلون عكس الاتجاه؟
باعوا هاي الهاند بيس، اذا تتقطع عندكم الايف، اذا انتو هيك تتقطع عندكم فروها هيجي منها، هاي اللي جوا اوكي، الايف اذا تتقطع هيجي سووها، لانه الايف تبقى فتره كلش طويله. شكرا دكتورة زهراء. الكولينج لازم الاسيستنت يسوي بسرنجة، او هي اكو هاند بيس هي اصلا بيها كولينج. ماكو باليتال فينيشينج لاين، انا ما اسوي باليتال فينيشينج لاين، اللي هو بات جوينت. خلي اشوف ايش كتبتوا. بنات احنا مو في ميال دنتست شوية، شو اسمه، وريدكم العايشة. شوفوا، خلي نحط السكند ريتراكشن كورد تاع سهاوي، خلي نحط السكند ريتراكشن كورد. هذا الاول حتى نرفع المارجن لفوق، الجنجايفال مارجن نرفعها لفوق ونسوي اكسبوجر للفينيشينج لاين او للكلاس 5. السكند ريتراكشن كورد راح يخلي الجنجيفة ترتفع لي بهالاتجاه هيجي هوريزونتالي حتى تفوت الامبريشن ماتيريال ببطنها. نفس اللقطة اجي ادخل الريتراكشن كورد لانه كاست دي لودين حشر بهالاتجاه، انه بحيث ما ينسحب. اني شقد ما اقدر شقد ما اقدر الريتراكشن كورد ادخل بهالاتجاه حتى من اسحب ما يطلع. فهمتوا علي؟ شوفوا هسه، خلي نقول انه اني دا احط الريتراكشن كورد بس بهالاتجاه، من اجي اسحب هيجي حيفلت الريتراكشن كورد. بس اني شو اسوي غالبا؟ اجي احط الريتراكشن كورد بحيث انه شوي يتعقد الضفاير، ما تتعقد بهالاتجاه، تتعقد شوية حتى شقد ما اسحب بالاتجاه المعاكس ما يفلت من عندي الريتراكشن كورد. راح اسوي لكم بريباريشن لللاترال، بس ما راح استخدم ديب كتر بير ولا راح استخدم راوند بير، راح استخدم بس شامفر. هذا اللاترال، اجي احدد فينشينج لاين بروكسيمالي، فينشينج لاين سيرفايكالي. شنو؟ هسه قسم تريد لاترال وقسم تريد كناين، والله حرت وياكم كناين افضل. يلا اوكي، حسويكم لاترال وكناين بس ساعة 10 اخذ شو وقت يجي. يلا اوكي، سويت فينيشينج لاين، اجي اساوي الفينيشينج لاين ويا المكانات البقية. مو حيطلع كلش معوق الكناين اللاترال وحده. يلا خلي نسوي الكناين. شوفوا هسه هذا الكناين من هنا بروك لاين زايد، فراح ادي الفينيشينج لاين من هنا. احدد فينيشينج لاين. شو همو التليفون بعيني والله، زين ورايه. ايه هسه تمام، احدد فينيشينج لاين. شوفوا ايدي ثابتة ومستمرة. بعدين اجي اساوي، شوفوا هسه هاي البروك لاين انا لا اراديا ايدي اخذتها زايد.
هاي البروك لاين حناخذها اكثر. نخلي ونترككم كورد قبل لو بعد البريباريشن ريتراكشن كورد. الريتراكشن كورد الصغير قبل الفينيشينج مال البريباريشن، والريتراكشن كورد الكبير قبل الامبريشن. ونشيلهم وش قد ما اسرع اش قد ما احسن. خلي نبدل بير انعم نسوي بيه فينيشينج اللي هو هذا اي بير اصفر. البيرات مو حكم، اي بير يعجبكم اشتغلوا به، يعني مو فد قانون. كل ما كان الفينيشينج لاين سموذ وكونتينيوس كل ما قل بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي و post operative discoloration. ولازم التكنيشن مالتكم همينه شغله سموث حتى يجي فيت جنجايفال مارجن، لان اذا كان عندكم الريجولاريتيز التكنيشن ما راح يقدر يسوي الفينير مالتكم او حتى الكراون continuous. والكناين من انا هسه هذا تشوفون الكناين، الكناين هذا طالع لي برا، نحاول شويه من انا نشيل من هذه المنطقه حتى ندخله للداخل. وهمينا حتى نرجع المورفولوجي الاصلي للسور. سايزل ايج ايضا في حال انه كنا ما نريد نطولها نشيل منها 0.5 مليم او 0.1 مليم، في حال انه كنا نريد نطول السايزل ايج فبس نسوي الفينيشينج لها. نسوي الفينيشينج لاين وهذا شويه البلجنينج مال الكناين نقلل، لانه التكنيشن شلون ما يشوف البريباريشن مالتكم راح يسوي الفينيرز على اساسه. شنو عندهم؟ انا استخدم بذ او تدرينالين لانه عاده تكون هيلثي جنجيفا يلا اسوي بريباريشن، فلهذا ما احتاج ادرينالين حتى يوقف البليدنج. نجي نحط الديسك نوخر كل الارجولاريتيز. شلونكم شباب؟ وينكم؟ اشو ماكو؟ التنعيم الفينيشينج بالاحمر والاصفر والكاتينج بالازرق والاسود والاخضر، شنو اللي يعجبكم اشتغلوا حسب اللي ترتاحوا له. شفتوه كلش يقص قوي وبدأ تلحقون عليه قللوا الخشونة. شفتوه دي يقص حيل، شفتوه ما دي يقص زيدوا الخشونة واخذوا مثلا اسود او اخضر. وخرت كل الريجولاريتيز مالت الكناين. اجي حاليا اجيب الانهانس مالتي واسوي سموذنينج للفينيشينج لاين. هذا طبعا لازم احط ريتراكشن كورد يلا اسوي هاي الحركه حتى ما اطخ الجنجيفه، نفس الوقت حتى اصعد الفينيشينج لاين مالتي ويا الجنجايفال مارجن. كل ما اكون كونزرفاتيف اكثر كل ما هو افضل. شوفوا هسه اني ما حددت الديبث اوف بريباريشن، بس اني بالتكتايل عرفت
هذا لازم هالقد احدد من عنده، لانه اني ويا البراكتس تعلمت شقد اشيل. بس انتو ما حتعرفون، انتو حتشيلون من كل الاسطح هالقد. خلي نشيل هذا الريتراكشن كورد ونحطه هنا، مو مال اقص ريتراكشن كورد لانه تاخرنا. نوخر كل الريجولاريتيز ونسوي فينيشينج وبولشينج. شوفوا هسه هذا ريتراكشن كورد، رفع لي الجنجايفال مارجن. تمام، مو مشكله مو مشكله. لا خلصنا خلصنا، ما بقى شيء. يعني احنا اني اصلا مقرر العشرة حتى ما تتخلص. تمام، رفعنا الجنجايفال مارجن، نجي نسوي فينيشينج من يم الفينيشينج لاين، ونشيل الشارب انجلز اللي اتفقنا عليها، وراها بعدين نسوي بولشينج. وين البولشينج؟ هاي الايفي تويست البينك. ونجي على الايفي تويست الوايت. شكد احب لايفاتي، شواني احب لايفاتي من لانه انتو تتوزون وتستفادون. وهذا البولشينج نفس البولشينج مال الكومبوزيت اللي اني استخدمه. زين، تمام. هسه الكناين والسنترال خلصنا البريبريشن مالتهم، وعاشة وعيشة سعيدة. المهم اباوع اوكلوزالي، ماكو عندنا انترفيرنس ويا الاوكلوجن، اوكي، بحيث يقدر التكنيشن يحط الفينيرز. عداها انه اني لازم 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 اشيل من الاوكلوزال اريا، اشيل من الانسايزال اريا. شلون البث يمكم؟ تمام لحد الان؟ افتهمني؟ اكو سؤال؟ حكينا على الريتراكشن كورد، حكينا على قلت لكم الفيرست ريتراكشن كورد راح يساعد لي الجنجايفال مارجن، الثاني واحد راح يطلعها لي برا حتى تفوت الامبريشن ماتيريال اللايت بودي. الريتراكشن كورد الكبير الثاني نشيله من نحقن اللايت بودي ونحط الهيفي بودي، اوكي، نحط اللايت بودي بالسلكس ونحط الهيفي بودي، راح ياخذ شكل السلكس والتكنيشن راح يقدر يشوف لي الفينيشينج لاين. ويدكم العايشة تدللون. اذا عندكم اي سؤال قولوا لي حتى قبل لا اروح، احسن ما تدزوا بعدين ويجوز اتاخر عليكم. يلا اجاوب. طبعا سوري اذا اني مرات اتاخر عليكم، بس يعني غالبا ما طول اكثر من اسبوع حتى شو اسمه، غالبا اني ما طول اكثر من اسبوع حتى اجاوب المسج، بس بالنهايه كل المسجات اجاوبها والله، فمرات اتفرغ لها كلش بالليل، يعني بالوحده بالثنتين واجاوبها كليتها حسب وقتي وحسب اللي متوفر عندي. واتفقنا اكو شغله، انه احنا لازم كل البوردرز مالت الفينير يكون على الانامل. انطيني البيرات مال الفينيشينج ذني الانهانس والش اسمه، كل البيرات اللي عندك خلي اطلع لكم البيرات حتى دكتوره كلش قد تفتحين لايف حتى لايف حتى اتابعك، يعني على حب الله. هاي بيرات الش اسمه، هاي بيرات اللوستر دنت البريبريشن اللي حاليا تقريبا هي نمبر 1 بالعراق، ويعني اني كلش مرتاحه لها. يمكن سعرها يمكن يعني ما ادري، ما ممكن اعرف بالاسعار، يمكن 27 دولار اتوقع. هذا الانهانس، هذا الوان جلوس مال هذا الانهانس مال دين سبلاي، وهذا الوان جلوس مال شوفو.
وهذا الايف تويست من شركة ايف، وهذا الايف تويست بعد بواحد ابيض شهامة جابت لي اياه، والديسك الاسود. هذا البريباريشن وهذا الديسك الاسود قلبه خلاص اوكي. وهذا الديبث كتر موجود، انا منزلته بهوايه كيسات. هذا الايف تويست الابيض اوكي. دول نفسهم اللي شنو ماده التمبرري. انا كنت قبل ويا كولتن، بس حاليا بما انه يعني الماركت مال جي سي صار بالعراق اسهل، الوكيل مالتهم بسهوله ممكن يوصل لنا ويجهزنا وهالسوالف، فحاليا ويا جي سي. بس جي سي بشغله حلوه مو حلوه، انه هي هاي تمبرري، انه هي قويه. يعني في حال انه اني يعني في حال انه اني البيشنت اريد ادزه فتره يلا يسوي تمبرري، انا عندي مفتاح، يعني عندي مفتاح روحي ما بعدها مجوي اوكي سوري. في حال انه بيشنت راح يروح فتره ويرجع لي، هذا استفاد منه لانه قوي. هو كومبوزيت بكمبينس كبيره من كومبوزيت، سويت هجوم على الديسك الاسود واخذت منه كوما ورا الكورس. طيب اي هذا الديسك الاسود كلش حلو، بس مش بمشكله انه بالكومبوزيت ياخذ كلش هوايه، فلازم نكون كلش حذرين اوكي. بيرات البريباريشن كلش قد وتغيريها، لا تطولوها عندكم، يعني لا تخلوها هوايه يعني تطول عندكم. اجي اوكي. بيرات البريباريشن دكتوره موجود عندك البوند مال جي سي نشوفه. اي اريد البوند اللونه وردي، وطلعي لهم البوند مال هنا اي من المجرة الثاني، اكو واحد وردي، لا منا اي يس اي هو هاي. هذا البوند مال جي سي، هذا اللطيف الجميل كلش احبه. واحب الاخ مال بيسكو، وينه ماخذي من يمين ليش ماكو. هذا مال جي سي ومال بيسكو هم احبه، بس حاليا جي سي عندهم يعني مواصفات اكسترا ضايفيها على هذا البوند الاخير مالتهم، فهو هذا يعني بيه كم ادفانتج حاليا حولت وياه. والبسكو هم يعني ما ناقص اي شيء. شو اسمه كيوت هذا البوند، حلو انه بيدقمه وينفتح. دكتورة احفظ البث اوكي. بقي راح ابقي مين ناخذ الديسك الاسود. الديسك الاسود ما اعرف شو اسمه، اعطيني هذا الديسك الاسود. هو لا هنا اي ويا ذني ويا ذني لي غاد لي غاد لي ورا. طبعا سهى مو مساعدتي، سهى مساعدة دكتورة ايلاف ودكتورة علا. هذا من رامي مكتب مديسن، هذا الديسك الاسود برايم اللي هو قصدك موديلنج ليكويد. همينه والله انا من زمان ويا جي سي. واكو مال سنجم مال كولزر كلش مرتب وسعره ارخص من جي سي. يعني الموديلنج ليكويد اثنيناتهم حلوات. عيد الريتراكشن كورد شلون يكون من نسوي طبعه. الريتراكشن كورد الاول اخليه قبل الفينيشينج مالت البريباريشن اوكي، حتى يصعد لي الجنجايفا مارجن لي فوق هيك، يصعدها يسوي لي اكسبوجر للفينيشينج لاين. الثاني راح يسوي لي ديسبليسمنت هوريزونتالي اوكي. فاجي اخذ الهيفي بودي الامبريشن بالهيفي بودي، اخذها واطلعها، بعدين وراها اسحب الريتراكشن كورد، احقن اللايت بودي على الاسنان، بعدين ارجع الهيفي بودي، واكيد لازم حاطه بي لايت بودي. البرايمر يختلف عن الموديلنج ليكويد، يختلف تماما، لازم تعرفون شنو الفرق بين البرايمر والموديلنج ليكويد. اني راح اروح اوكي. خطوات السمنتيشن المره الجايه ان شاء الله. البريمولرز نفس الخطوات، يعني المشكله انه يعني ما راح الحق البريمولرز. همينه فينشينج لاين حسب التكنيشن مالتك، ممكن انه تخلين بس الفينيرز على الوجه وشويه انسايزلي، ممكن البكل كاسب كليتها تشيليها اوكي. عشتي شو عشتي سهى؟ دللو سهى تقول تدللو. سهى كلش يعني اخرتها اليوم للعشرة وعشرة، واللايف راح احفظه كم ساعة ان شاء الله حتى كلكم تستفادون منه. الون ستيب اور تو ستيب شو اسمه
or two step technique مال impression ما يفرق. الفكرة فقط انه يا تكنيك انتو راح ترتاحون بها والتكنيشن مالتكم يقدر يطلع ريزلت حلوة. تصبحون على خير حاليا. واذا عندكم سؤال دزولية دكتور احمد ويدك العايشة ابو يحيى احمد راح للبيت حتى ياخذ يحيى وحتى اني افتح اللايف وتبقى وياي سهى. كلش تدللون وام يحيى همينة تقول لكم تدللون وتصبحون على خير واشوفكم ان شاء الله بلايفات جاية اذا الله سهل. كل ما يصير عندي وقت افتح لكم لايف. باي باي.